أنا أحب عملي، يمكنني الجلوس بلا حراك طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحباً، جئت لفحص طبي. أولاً أعرضي ماذا لديك في الحقيبة؟ لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء، اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين للسماح بالدخول، سأضطر إلى اطمئنان عليك. ما هذه الحقنة الشرية؟ هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا من الأفضل فحص السجناء. يبدو مريضاً، اذهبي إليه. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيراً. يبدو أنه مريض حقاً. لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ. ها هو دروجك. إنه ليس دروجك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلاً، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولاً المغادرة. أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضرورياً، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ علي أن أطردك، أنا آسفة، هي غادري. ابتعدي. لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. أولا أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك، ربما تحملين شيئا خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ شكرا جزيلا، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في الدلو لا يوجد شيء. ماذا تفعلي بي؟ لدي عشرة منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ سأخرج، على الأقل سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروجكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة؟ هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروجكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف الأسماك. سأخفيها، لكن أين أنا سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضا ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيت؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروجكا، بدونه أشعر بالسوء. أفتقد كلبي كثيرا، أتمنى أن يكون بخير. مرحبا، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء. افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام، تفضل بالدخول. قف. أولا، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي؟ نعم، يحدث كثيرا، كل شيء بسيط، نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسناً، لدينا مشكلة مع هذا الضوء، هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، ليس لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟
لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي. أخيرا سيرى عندي صديقة. أين دروجك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس أنا بحاجة لوضعه في السنزانة. أوه، الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروجكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروجكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطياً، يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أوه، أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلاً. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها، لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لن أطعمك كل اليوم، خذ هذه الموزة ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاما للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخرا على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد. هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جدا. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيرا سأكل. يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي. حسنا، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت. عندي أنا جين، أحضرت دروجكا. حقا، أخيرا، تعبت من الانتظار. طار الطهو لمدة ساعتين. ها هو دروجكا السريع والرشيق. هذا ليس دروجكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء، هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل، بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كلا، أعلم أنك تخفي شيئاً. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملاً أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته، لدينا عائلة وطفل صغير. هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد، ادخلي. لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى، يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي، كم اشتقت إليك، أعطني إياه الآن. إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، امسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة لسمح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالا ستكون حرا، فقط اختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقائق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل، اذهب وأحضرها.
الآن اذهب معي، هناك عقاب. حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم، لكن ليس الآن سيكون هناك شيء مثير للاهتمام. أريد الدونات، حضروا لي الكعك. هذا سهل. نعم سيتم الأمر. اختيار موفق، لكن هل بدأ في الطهي؟ حسناً، العجين جاهز. نقطع الكعك. ثلاثة قطع ستكون مثالية. الآن حان الوقت لتسخين المقلاة. الشيء الرئيسي هو ضبط درجة الحرارة. نضع الزيت. نعم يبدو الأمر سهلاً. أوب. توم لا تصيب جدتك بنوبة قلبية. اهدئي، كل شيء يتم الاعتناء به. أوبس. ماذا لدينا الآن؟ الزيت بالضبط. أعتقد أن هذا سيكون كافياً. الآن نحن ننتظر حتى يسخن. ماذا؟ هل تقلون بالفعل؟ حسناً سأفعل ذلك أيضاً. واحد، اثنان، ثلاثة. مرعب، رذاذ الزيت يحرقني. توم لماذا سكبت الكثير منه؟ أوهو، علي إنقاذ الكعك. رهيب. يبدو هذا خاطئ، تدمرت الدونات. هذا فشل. لا تقلق عزيزي، لكن الكعك الخاص بي جاهز تقريبا. سوف أزينهم الآن، دعونا نقطعها هكذا. الإنسان يأكل بعينيه، لذلك فإن المظهر هو أهم شيء. كل شيء يجب أن يكون جميل. شهي. نعم نعم جيد، لكن الكعك الخاص بي سيكون أفضل حتى بدون زينة. هكذا. أحسنتم عملا، وأنا لدي فكرة. القليل من الجبن. عظيم. وأصبها في قالب الدونات. وللزينة سأخذ التشيتوس المفضل لدي. القليل من العمل مع المطرقة. هل يعرف حتى ما هو الكعك؟ هكذا، سأستخدمه كإضافة. حسناً كيف؟ يجب أن يكون رائعاً. مذهل، لكن هناك شيء مفقود. أوه جدتي، هل يمكنني أن أخذ هذا منك؟ حسناً خذ. شكراً، يمكن التخلص من المقلاة، لكن الموقد سيكون مفيداً. بعد ذلك أحتاج إلى غلاف. هكذا سألف كعكات الجبن وأرسلها مباشرة إلى الموقد. أنتظر قليلاً. يبدو أن كل شيء جاهز، يمكن التقديم. جميل. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ رائع، كل شيء مختلف تماماً. سأبدأ مع هذه. تبدو فاتحة للشهية. مذهل، هناك حشوة في الداخل. هذا بصراحة لذيذ. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا لطيف، لنجرب. هل هذه كعكة دونات؟ بطريقة ما ليست جيدة. وما هذا؟ واو، دونات بالجبن. إنه أمر مدهش تماماً. لكنني ما زلت أحب دونات الحلوى. الشيف فاز. نعم نعم كنت أعرف. إذن لدينا الشيء التالي هو الشطيرة. لا مشكلة، لا يمكنك هزمي. أوكي. أوه حسنا، أعرف كيف أفعلها، لكنني سأصنع شطيرة حلوة. أحتاج إلى بعض النوتيلا. هكذا.
أدهنها، جاهزة، وبعد ذلك أحتاج إلى المارشميلو. مثالي. وبالطبع الشوكولاتة. وأيضا أضيف مارميلات قوس قزح. لا أنسى الصلصة بالطبع للمزيد من الحلاوة والجمال. جميل. جاهزة. إذن هناك القليل من الرشات للجمال. جاهز. مرعب. كم كمية السكر الموجودة؟ سأصنع شتيرة أكثر من عادية، بعض اللحم المقدد والجبن، وكل ما تبقى هو قليها. جيدا. أقلب وانتهينا. جاهزة. يا إلهي، لا يوجد أصالة ولا تميز، لذا دعونا نحمص الخبز جيدا. بيرفكتو. ورقة من الخس والطماطم، والآن شطيرة بدون اللحم. ما هذا؟ المكون السري الخاص بي هو الحلزون الفرنسي. هكذا؟ رهيب. يجب أن أحررها من الصدفة. أشعر بالإقياء. لا أفهم أبدا هذه الترندات. يا له من كابوس. بعض الأصداف. هذا المحار مثالي لساندويتشتي. مرعب. مرعب فقط. إنه يسمى المطبخ الراقي، لكن هناك شيء مفقود. بالطبع دور الجبنة الزرقاء. تتناسب بشكل رائع مع المأكولات البحرية. هل هذا كل شيء؟ إنها القشة الأخيرة. جدتي. هذا كل شيء. انتهينا. كم هذا رهيب. ماذا؟ هل أنتم جاهزون؟ رائع، شطائر مذهلة. سأبدأ بهذا. أي فو، صدفة. ما هذا؟ محار. مرعب. هذا يبدو فاتحا للشهية أكثر. لنجرب. شهي، كم أحب الحلوى. لذيذ. إذن آخر واحد. كم هي لذيذة. فقط مذهل. الجدة تفوز. مبروك. أوه، رائع. إذن ماذا لدينا بعد؟ الآن أريد سيزر. مذهل. أخيراً. ما هذا؟ لنبدأ. أقطع الطماطم. إنه أصعب مما كنت أظن. حسناً، انتظر أيها الطماطم، سأريك. ماذا تفعل؟ كن حذراً أيها الشاب. هذا في غاية البساطة. هكذا وانتهينا. ونقطع كل شيء. والآن أضيف أوراق الخس. وإلى أين بدون الدجاج؟ قطع كبيرة. مذهل. سلطة مذهلة خلابة. إنهم غير مغوبين. لدي فكرة. بعض الجرجير الطازج والمكون السري. كل هذا في الخلاط. وأخفقهم جيدا. جاهز تقريبا. إنه مذهل. ماذا تفعل؟ سوف أحتاج إلى قدر صغير. نسكب كل السائل فيه. لا أعرف ماذا تفعل. ولا أنا. غريب. حسناً، ليس مهم. حقنة كبيرة وشفاط. والسحر يحدث. النقانق في المطبخ الراقي. دعونا نضيف الخس والطماطم
وبالطبع الدجاج. كمان! هذه القطع تتناسب تماماً. وبالطبع نضيف بعض الخبز المحمص، سيعطي طعماً رائع. وبالطبع في الأخير نضع الجبن. بالطبع نسيت تقريباً. أبشر بعض الجبن. هيه، ماذا يحدث؟ أقوم بتقطيع الخضار، إنه ممتع للغاية. حسناً، مرة أخرى، لا شيء يعمل معي. فكرة، لدي علكة رائعة، أنا سأستخدمها كأوراق سلطة، تبدو لطيفة جداً. سأزين الطبق بالعين السكرية. وسأضيف المارشميلو وبعض الديدان الصمغية السكرية. يا لها من سلطة جاهزة. هراء بالكامل، نحن جاهزون. حسناً، دعونا نرى، سأبدأ بهذه. ما هذا؟ فو، مقرف مقرف. قطعاً لا. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، نعم، إنها سلطة، لا شيء غير عادي. وبعد ذلك لدينا شيء مثير للاهتمام. لذيذ جدا، هذا بتأكيد الفائز. هاي، لقد فزت. واو واو يا رفاق، أريد أن أفتح طبقي أولا. واو، علكة، أليس رائعا؟ أنا سعيدة لأنني حصلت عليها. يا لها من نكهة. لم يكن لدي وقت لوضع العلكة في فمي، لكنها لذيذة بالفعل. ماذا فعلت يا توم؟ يجب علينا أن ننتظر جميعاً لنرى ماذا لدي. واو، علكة أيضاً، لكنها أكثر بكثير من علكة بولي. أنا أحب ذلك، سوف أتخلص من العبوة. ماذا تفعلين يا كيت؟ كل الأغلفة تطير علينا. أنا سعيد لأنك انتهيتي، يبقى أنا سأفتح. واو، المئات من العلكة. كيف سأزيل كل الأغلفة؟ سأستخدم المروحة. مذهل، نجحت. توم، هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا تحلمي حتى يا بولي. لم تحصل بولي على أي شيء. حسناً حسناً، لدي علكتي وأريد أن أجربها أيضاً. وأنت منتظر حتى أنتهي. لذيذة جداً، الآن سأفق فقاعها. يا لك من خاسرة، أنت تفشلين مرة أخرى. أنا أعرف ماذا يجب أن أفعل، أنا فقط بحاجة إلى هذه المدخلة اليدوية. انظروا، الآن سوف أنفخ أكبر بالون في العالم. فكرة جيدة. اتضح أنها لطيفة جدا، سأضعها على عصا وأتركها كتذكار. أريد هذا البالون، وبما أنه ليس لي سأحاول التخلص منه. آسفة بولي. سأتذكر هذا كيت، خذي هذا. كنت أن أصيبها. حسناً، ستأتي ساعة الحساب يوم ما، لكن ليس الآن. بعد كل شيء لدي أشياء أكثر أهمية لأفعلها. أحتاج إلى تناول الكثير من العلكة. أعتقد أننا سننتظر لفترة طويلة. كيت بطيئة جداً. انظري، إنها تنفخ بالوناً. أخيراً يمكنني الانتقام. ماذا فعلت يا بولي؟ لقد نفخته بشكل رائع. تستحقي ذلك. أولا، لقد أزلت حاجبي عن طريق الخطأ. أنا بحاجة إلى إعادته في أقرب وقت. أتمنى أن يكونوا طبيعيين بعد كل ما حدث. توقفوا عن الضحك. توم، لديك شيء لتفعله؟ غريب، هذه المرة أتفق معك. سوف يستغرق مني الكثير من الوقت والجهد أكل كل هذه العلكة. لم أعتقد أنه بهذه الصعوبة. أنا بالفعل متعرق، وفكي بالكاد يتحرك. حسناً، يبدو أنه يمكنني نفخ بالون. أستطيع أن أفعلها. توم، توقف، هذا كثير للغاية. لا، لقد انفجر. إنه مثل قنبلة انفجرت. كيف حالك يا توم؟ لا أستطيع التحرك، أنا ملتصق بالطاولة. حسب التقاليد أنا يجب أن أبدأ. واو، سكيتلز، إنها أفضل من العلكة. دعونا نرى ماذا لدينا أنا وكيت. واو، لدي ما يكفي من الحلوى. ولدي جبل كامل، لا أستطيع حتى أعد هذه الأكياس. بولي، ليس لديها حظ كالمعتاد. كم أنت شرير. لا شيء،
يوما ما سأكون محظوظة، ومن ثم لن أشارك معكم بالتأكيد. حسناً، لم يكن هناك سوى حلوى واحدة في العبوة، هذا كثير للغاية. علي أن أكل ببطء شديد للاستمتاع بكل لحظة. انتهت الحلوى للأسف. ماذا توقعت أيتها الخاسرة؟ أنا يمكنني أن أمدد المتعة مع حصتي، لكنني لن أفعل ذلك. لماذا أضيع الوقت عندما يكون لدي الكثير من علب الحلوى؟ أوف، فكرة جئت بها. صدقوني، خطتي ستفاجئكم. لتنفيذها علي أن أصب كل الحبوة من العبوات. أنا من يستحق ذلك. أنا مستعد لقضاء بعض الوقت هنا. جاهز لنبدأ. الآن يجب فرز الحلوى حسب اللون. أوه، هذا رائع. لقد أوشكت على الانتهاء. انظروا كم هو جميل. هل يمكنني أخذ حبة؟ رائع، توم لم يلاحظ حتى. سيكون من الممكن سرقة المزيد من الحلوى. كم أنا ماكرة. لا أفهم، أين تذهب الحلوى؟ كان هناك المزيد. بولي، هل هذا أنت؟ سأترك لها مصيدة الفئران وسأملأها بالحلوى حتى لا تشك بالأمر. حان الوقت لتناول مكملات. أوه لا، اسمعي، من أين أتت هذه مصيدة الفئران؟ لابد لي من كسرها. توم، أعلم أنك قمت بإعداد كل شيء. لم يكن عليك أخذ الحلوى الخاصة بي. بالمناسبة، لقد قمت بالفرز حسب اللون. الآن سأستمتع بها، كل نكهة على حدة. أيها البخيل، أخذت قطعتين فقط. حسناً، لا مشكلة، الآن سترى. ما هذا يا بولي؟ مروحة ضخمة. حسناً، لقد نسفت كل ما عندي من حلوى. اللذاذة خاصتي هنا، لا أستطيع الانتظار لتجربتهم. سأبدأ من الأعلى، دعونا نرى ماذا في الداخل. أوه، كم تبدو لذيذة. مجموعة متنوعة النكهات، أحب هذا الطعم. الحزمة الأولى موجودة، حان الوقت لباقي الحزم. ماذا لو التقطت الحلوى من على المنضدة مباشرة؟ سيكون أكثر ملائمة. نعم، جيد جدا، فلنكمل. أحببت ذلك. يا لها من شهية. من الواضح أن هذا سيدوم لفترة طويلة. لنلعب في الهاتف أو مع البوب إيت. من الأفضل أن نلعب مع أصابعنا. لقد انتهيت، لا يمكنني أكثر، معدتي ممتلئة. إذن سنحصل عليهم؟ لا، أستطيع التعامل معهم. ماذا تفعلين يا كيت؟ لماذا لديك الكثير من الأطباق؟ عليك أن تتحلى بالصبر يا توم، قريبا ستعرف كل شيء. انظر كيف وضعت الحلويات بشكل جميل. الآن سأسكب الصودا عليهم. سنرى معجزة حقيقية، سيكون قوس قزح في وعائي. ومع ذلك لماذا أشرح؟ الآن كل شيء سيكون واضحا على أي حال. لقد بدأت، انظروا. واو، يا لها من فكرة، تبدو سحرية. إنها حقا تبدو مثل قوس قزح. أخبرتكم، الألوان تتدفق بشكل جميل. مذهل. هذه المرة أنا أولا. لم أرى قط هذه الحصة الصغيرة من الفشار. هناك حبة واحدة فقط. أنا أعترف، لقد حصلت على القليل أيضا. على الرغم، أفضل من توم. أخيرا ابتسم لي الحظ. أنا أعلم أن هذا كان سيحدث. يا له من دلو ضخم من الفشار، مذهل. الآن أنا أحسدك يا بولي، علي أن أكل هذه الحبة البائسة. ربما حيلتي مفيدة. ماذا تفعل يا توم؟ في رأيي هذا هراء. أنتم لا تفهمون أي شيء. حتى الجزء الصغير يمكن أن يؤكل بشكل جميل مع الشوكة والسكين. هذا ما سيفعله الأرستقراطيون الحقيقيون. فهمنا، أنت تضيع الوقت. ليس الأمر كذلك، أنا أعرف آداب المائدة والأتيكيت. يبدو أنك أحياناً تنسى أمرهم. الآن سأستمتع بالفشار حتى لو كان قليلاً. انظروا كم أنا ذكية. واو، لم أكن أعلم أنه يمكنك فعل ذلك. حسناً، يبدو أنني انتهيت. أو لا، هناك واحدة متبقية. ممتاز، سأكلها الآن. سوف نرى. أين ذهبت؟ توم، ماذا تفعل؟ توم خدعك، اعتني بنفسك. لدي أشياء أفضل لأفعلها. أنا بحاجة لأكل جبل كامل من الفشار. أوه، كم هو حلو ومقرمش. منذ متى وأنا أنتظر هذه اللحظة؟ أخيرا أستطيع أن أضع رأسي في هذا الفشار. لقد غيم الحظ على عقلك يا بولي.
لكنني أرى كل شيء. لا تحاول سرقة الفشار. نحن لسنا معتادين على التراجع بهذه السرعة. أنا أعرف ماذا يجب أن أفعل. مكنسة كهربائية خاصة ستساعدني في سرقة بعض الفشار. رأى أنه ينجح. توم، واحدة مرة أخرى. أعطني الفشار الآن. لقد كانت خطة رائعة أن ترى آية توم لنأكل. أقبضي على الفشار بفمك كيت. ماذا فعلت؟ أنا محرج. أنا جاهز للبدء من جديد. بسكويت أوريو وحليب، يبدو لذيذا لكنه صغير جدا، لا أستطيع حتى رؤيته. مذهل، لقد حلفني الحظ مرة أخرى. كم هذا لطيف. ماذا تعرفي عن الحظ يا بولي؟ انظري إلى نصيبي. توم، يا لك من خاسر. احذر، بسببك كاد أن يسقط البسكويت. كان ذلك رائعا. لا تضحكي علي، صدقيني يمكنني الاستمتاع حتى بجزء صغير. البسكويت مقرمش للغاية، والطعم الحليبي هو التكملة المثالية. أوه لا، لقد أسقطت البسكويت في الكوب. أنا بحاجة ماسة للحصول عليه. أوه لا أستطيع، اليد لا تدخل. إذن سأشرب الحليب ثم ستتبقى البسكويت في الأسفل. أوبس، يبدو أنني أكلتها. حان دوري الآن، آمل ألا تسقط البسكويت في الزجاجة. واو، الكثير من الإضافات، أنا أعشقها. والبسكويت مقرمشة، مزيج مثالي من النكهات. حسناً، أوه لقد سقطت البسكويت أيضاً في الزجاجة. دعونا نرى كيف ستخرجيها يا بولي. ماذا لو لم أفعل أي شيء حيال ذلك على الإطلاق؟ بفضل البسكويت اكتسب الحليب لوناً من الشوكولاتة، أليس ذلك عظيماً؟ أحتاج إلى إضافة المزيد من البسكويت وخلط كل شيء بشكل صحيح، ثم سأحصل على كوكتيل شوكولاتة لذيذ. أوشكت على الانتهاء، فقط سأهزها. هل سيكون لذيذ حقا؟ الآن سترى، ليس لدي أي شك في وصفتي. يبدو فاتحا للشهية جدا. لا أستطيع الانتظار لتجربة هذا. يبدو أن بولي كانت على حق، خطتها نجحت. أخبرتك، الآن انظروا واحسدوني مرة أخرى. لذيذ، حليب الشوكولاتة بنكهة البسكويت. لا أريد أن أشربه من خلال قشة، أريد كل شيء. مذهل، علي أن أتذكر هذا الكوكتيل. أنا الوحيدة المتبقية. لا تقلقوا، لن تضطروا للانتظار طويلا، سأتعامل بسرعة. لا داعي للوصول إليهم، لدي خطتي الخاصة. ستذهب كل البسكويتات إلى كوب الحليب. واو، يا له من لذاذ ضخم، لم أتوقع ذلك. لكن سرعان ما تبين أن كل البسكويت في الكوب رائع. لا تفرحي مبكرا يا كيت، لن نتركك على أي حال. صحة وعافية. ماذا فعلتم؟ أنا كلي في الحليب والبسكويت.